هادي الرميت الله يرحمه كنهضروا على عليك وعليا وعلى باك ولا على امي. هذا نداء جلالة الملك كما كتقول لنا ارعاكم كما ارعى ابنائي. ابنائك راك يموتوا. السيد دخل السبيطار هنا كان كيهدر كان حي وكان حي وكيهدر وكشد لينا في يدينا. دخلنا من الوحدة الليل تا واحد ما كاين، لا طبيب لا تا واحد ما كاين، سيكيريتي هو الاخر ما كاينش. حتى 8 الصباح تسنى هما غايجي الطبيب، هي غايجي الطبيبه، هو غايجي. حنا اللي درنا ليه القبس بوحدنا، رجلو مهرسه تسنى. كندوي هذا نداء الوزير غير الصحه ماشي الصحه. شوفنا في السبيطار ولا سدوه بمره، خاصو يتسد راه ما خدامش. هاي تسد هاد السبيطار بنوبه علاش غنمشيو ليه؟ وهذا نداء ليك جلالة الملك، ربط المسؤوليه بمحاسبه راه ما كايناش في هذا المغرب. فيقوا معانا الله يرحم لك الوالدين، نداء المسؤولين فيقوا معانا راه ما بيناش شي حاجه اكثر من هذا الشيء، راه وصل الزيل الزبا. السلام عليكم. اول حاجه غندوي عليها هو الاهمال الطبي اللي كاين في مستشفى محمد الخامس، اسفي. ثاني حاجه غنهضر عليها هي مع الوحده. السيد هضر هذا السيد عادل ولد عمي وخويا مع الوحده تاع الليل. دخل سبيطار محمد الخامس من الوحده 16 ساعه ولا 17 حتى الخمسه العشيه الغد ليه. السيد دخل السبيطار هنا كان كيهضر كان حي وكان حي وكيهضر وكشد لينا في يدينا. ما لقينا حتى واحد، عندي دلائل هما غنوريهم لك حتى هما. دخلنا من الوحده الليل حتى واحد ما كاين اخويا. دخلنا من الوحدة الليل تا واحد ما كاين، لا طبيب لا تا واحد ما كاين، سيكيريتي هو الاخر ما كاينش. حتى 8 الصباح تسنى هما غايجي الطبيب، هي غايجي الطبيبه، هو غايجي. حنا اللي درنا ليه القبس بوحدنا، رجلو مهرسه تسنى. هذا نداء كنهضروا عادي الرميت الله يرحمه، كنهضروا على عليك وعليا وعلى باك ولا على امي. هذا نداء جلالة الملك كما كتقول لنا ارعاكم كما ارعى ابنائي. ابنائك راك يموتوا، راه ابنائك هادو اللي كدوي عليهم. وكندوي هذه نداء الوزير غير الصحه، كندوي هذا نداء الوزير غير الصحه ماشي الصحه. شوفنا في السبيطار ولا سدوه بمره، خاصو يتسد راه ما خدامش. اي تسد هذا السبيطار بنوبه علاش غنمشيو ليه؟ معلقين ليه السيد في حاله حرجه، معلقين ليه سيروم واكسجين ولا كدار في الدار. ما بقى شنو علاش غندوا لهاد السيد السبيطار؟ سيد فحال حارجة. هادشي اللي كاين. وهذا نداء ليك جلالة الملك، ربط المسؤولية بمحاسبة راه ما كايناش في هذا المغرب نهائيا. اللي كيدير شي حاجة كتمشي تجازوه وكتمشي ديرو في شي منصب آخر. والله يرحم الوالدين كما مات خونا عادي اليوم، راه جاية فيكم، كندوي على عامة المغرب كامل، راه جاية فيك النوبة وجاية فيا وجاية في باك وجاية في أمي. وفيقوا معانا الله يرحم لك الوالدين، نداء المسؤولين فيقوا معانا راه ما بيناش شي حاجه اكثر من هادشي، راه وصل الزيل الزبا، راه بركه راه تقهرنا، راه ما عمرنا هضرنا في هادشي ولا خرجنا في شي منبر اعلامي، ولكن هادشي توصل لينا الاخر البلافو صافي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.